صباح الخير مرة جديدة وتحياتنا لكم مشاهدينا إذا انضميتوا لنا هلا. قبل ما نتابع فقرات برنامجنا رح نتوقف مع لمحة سريعة عن أبرز البرامج اللي عم بتابعوها حاليا عبر شاشة الام تي في. من الأحد للثلاثة بعد الأخبار حوالي الساعة 9 إلى ربع المساء أنتم على موعد مع أحداث وتطورات جديدة بالدراما الاجتماعية فخامة الشك مع مجموعة من أجمل نجوم الشاشة اللبنانية والعربية. أمير مكمل رحلة البحث حول حقيقة اختفاء والده وإفلاس العائلة، ولكن كتار من المقربين عم بيحاولوا يخفوا الحقيقة. خلينا نشوف هالمشهد من فخامة الشك. ما هي الخيانة صفة تاخدها البنت من ميلتين، يا بالجينات وراثيا يعني، يا من وراء التربية. وانت اختيها من الميلتين جينيا من وراء التربية، هيك علمتك الست عايدة تتصرفي؟ ليك أمير ما بسمح لك تحكي معي هيك. تسكتي وما بتسمعيني صوتك سارة. إنك عم بتخون جوزها بلبنان وإنت عم بتخون خيكن. يا عيب الشوم عليكن، يا عيب الشوم عليكن، يا عيب الشوم على هيك نسوان، خاينة وبتطعن بالظهر. ولك اسكت، إنت عم تحكي عن أمك وعن أختك، استحي. لا إنت أختي ولا هي أمي، انتو اتنيناتكن خاينين. بيي ما عرف يتصرف معكن، لا عرف يتصرف مع امي ولا عرف يربيكي، بس انا بعرف شو لازم اعمل معكن لبينما يكون بيي رجع. انت واحد مجنون، انا فيلي. اي لوين رايحه اختي؟ لوين رايحه يا حبيبه قلبي؟ ايدي اي رايحه عند عشيك؟ رايحه تدعينا انا وبيك؟ اي مواجهة قوية وكشف حقائق بين أمير وإخته بهالمشهد. كيف رح تتطور الأحداث؟ منشوف سوا الليلة بعد الأخبار على الام تي في ضمن حلقة جديدة من فخامة الشك. أما هلأ رح ناخد وقفة قصيرة ومن بعدها منكمل حلقتنا مع فقرة فاميلي. خليكم برفقتنا.